بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، إن التضحيات الجسام التي أقدم عليها الزعيم الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية رفقة رجال بررة في سبيل تحرير تونس وتنميتها لا تحصى ولا تعد. لذلك أحببناه وقدرناه وعملنا السنين الطوال تحت إمرته في مختلف المستويات في جيشنا الوطني الشعبي وفي الحكومة بثقة وأخلاص وتفان. ولكن الواجب الوطني يفرض علينا اليوم أمام طول شيخوخته واستفحال مرضه أن نعلن اعتمادا على تقرير طبي أنه أصبح عاجزا تماما عن الاطلاع بمهام رئاسة الجمهورية. وبناء على ذلك وعملا بالفصل 57 من الدستور، نتولى بعون الله وتوفيقه رئاسة الجمهورية والقيادة العليا لقوتنا المسلحة، وسنعتمد في مباشرة مسؤولياتنا في جو من الثقة والأمن والاطمئنان على كل أبناء تونسنا العزيزة، فلا مكان للحقد والبغضاء والكراهية. إن استقلال بلادنا وسلامة ترابنا ومناعة وطننا وتقدم شعبنا هي مسؤولية كل تونسيين، وحب الوطن والذود عنه والرفع من شأنه واجب مقدس على كل مواطن. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، إن شعبنا بلغ من الوعي والنضج ما يسمح لكل أبنائه وفئاته بالمشاركة البناءة في تصريف شؤونه في ظل نظام جمهوري يولي المؤسسات مكانتها ويوفر أسباب الديمقراطية المسؤولة وعلى أساس سيادة الشعب كما نص عليها الدستور الذي يحتاج إلى مراجعة تأكدت اليوم. فلا مجال في عصرنا لرئاسة مدى الحياة ولا لخلافة آلية لا دخل فيها للشعب، فشعبنا جدير بحياة سياسية متطورة ومنظمة تعتمد بحق تعددية الأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية. وإننا سنعرض قريبا مشروع قانون للأحزاب ومشروع قانون للصحافة يوفران مساهمة أوسع بنظام ومسؤولية في بناء تونس ودعم استقلالها. وسنحرص على أعطاء القانون حرمته، فلا مجال للظلم والقهر، كما سنحرص على أعطاء الدولة هيبتها، فلا مكان للفوضى والتسيب ولا سبيل للاستغلال النفوذ أو التساهل في أموال المجموعة ومكاسبها. وسنحافظ على حسن علاقاتنا وتعاوننا مع كل الدول لا سيما الدول الشقيقة والصديقة، كما نعلن احترامنا لتعهداتنا والتزاماتنا الدولية. وسنعطي تضامننا الإسلامي والعربي والإفريقي والمتوسطي المنزلة التي يستحقها، وسنعمل بخطى ثابتة على تجسيم وحدة المغرب العربي الكبير في نطاق المصلحة المشتركة. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، إنه عهد جديد نفتحه معا على بركة الله بشد وعزم، وهو عهد الكد والبذل يمليهما علينا حبنا للوطن ونداء الواجب. لتحيا تونس ولتحيا الجمهورية. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الوطن بلاد احكمي واملكي واسعدي فلا عاشقا لم يعش زيدا بحر دمي وبما في يدي انا لبلادي وحسبي فدا لك المجد يا تونس فاستنشدي بعزة شعبك طول المدى ونحن أسود الوغى فاشهدي وجوب أسودك يوم الصدى وهذا الحبا راح هذا الحبا ويمها لم لمجد السماء لقد صارقت بعروقنا الحبا نموت نموت ويحيا الوطن لتهوي السماء وتضيء بها لترمي الصواعق نيرانها إلى عز تونس إلى مجدها رجال البلاد وشبانها ألا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها نموت ونحيا على